معنا تجربة اليوم في الفارما، أول تجربة في العملي. طبعا تختارون البرنامج هذا اللي هو يبدأ بإي بي، خلاص اضغط إي بي. تختار تجربة اليوم عشان المدرياسز والميوزز. اليوم نجرب المدرياسز، بنختار الأرنب، تروح على التوتوريال. ممتاز، هنا حيكون عندك ليفت ورايت. خلاص قبل ما تبدأ لازم تحسب كم قطر البيوبل، تحطها في النص. المهم خلاص تحسب من اول خط في الدائرة الحمراء اللي هي البيوبل، يعني هنا هذا برا يعتبر برا. 1 2 3 4 5 6، 6 النورمال نفسه. طبعا كل الخط ملي، نفس الشيء هنا، يعني ما بنقعد نطول الوقت، نفس الشيء. نرجع هذا. طبعا هنا الدراجز اللي حتستخدمها، نحن حنستخدم 3 دراجز، في عندنا البنفرين، اتروبين، والإفدرين، او 4 والنورمسلاين. نبدا دائما بالنورمسلاين. خلاص النورمسلاين تختار يا ليفت او رايت. حنختار ليفت، نطالع هنا ما صار شيء، ما تغير حجم البيوبل، معناته نورمال. حيكون عندنا نورمال. حتاخذ التورش لايت تحطه في المنطقة هذه عشان تجربه، تلاحظ باقي تستجيب للرايت اللايت ريفلكس. اذا استجابت لايت ريفلكس معناته نورمال لايت ريفلكس. حتاخذ الكوتون وول عشان تجرب البيوبل ريفلكس، كورنيال ريفلكس بريزنت نورمال. وتلاحظ دائما الانترا كرينيال بريشر حاضر، هنا نورمال، هذا هو النورمال زي ما كان اول. خلاص